وقد أصبحت الكثبان الرملية تهدد المزارع والمراعي فضلا عن المنشآت العمرانية والمساكن وخاصة في مدينة نواكشوط. وتشكل الرمال اليوم تحديا حقيقيا لمستقبل العاصمة الموريتانية رغم مشاريع التشجير التي نفذت خلال العقود الماضية. وقد أطلق آخر هذه المشاريع قبل أشهر ويطمح لغرس مليون شجيرة في غضون السنوات الأربع المقبلة وبتكلفة تقدر بعشرة ملايين يورو. وقد عقدت في نواكشوط ندوة بين الحكومة الموريتانية وبين بعض شركائها الأوروبيين والدوليين لتقييم سياسات البلاد في مجال مكافحة التصحر واستخلاص العبر من التجارب الماضية. إشكالية مكافحة التصحر تحد كبير بالنسبة لبلادنا، ولا بد من تعبئة الطاقات والوسائل لمواجهة هذه الكارثة التي لا تهدد فقط نظامنا البيئي وإنما تهدد أيضا منشآتنا الاقتصادية والاجتماعية. تحدي بيئي آخر يواجه العاصمة الموريتانية، فالحاجز الرملي الذي يفصل البحر بالمدينة بدأ يتآكل نتيجة استنزافه في أعمال البناء. وهناك اليوم خشية متزايدة من أن تؤدي إزالة الحاجز الرملي إلى فيضان البحر وطمره مدينة نواكشوط أو أجزاء منها. وتجري الآن الدراسات لإيجاد حلول ملائمة لحماية الحاجز البحري، ولم يعد التعاطي مع هذه القضايا البيئية قصرا على الجهات الرسمية، حيث باتت تساهم فيه أيضا هيئات المجتمع المدني. بالنسبة للمجتمع المدني بعد تمويلات يمول ويتدخل من قد إثبات الرمال حسب التمويلات اللي معطيين له، مع أنها محدودة إلى أقصى درجة. بين حيين كبيرين من العاصمة الموريتانية تمتد هذه الكثبان الرملية المترامية الأطراف، فنواكشوط إذن محاصر بالتصحر، وهو حصار يصعب فكه إلا بجهد ووقت غير يسيرين.